ازيكم يا شباب؟ مين ايه ده؟ نكتب مع بعض الدرايف، تمام؟ هو بس الدوت اتش انا رحت عملت فيه حاجات بسيطه جدا، تمام؟ انا رحت عملت هاش ديفاين بعدد الكولومز وعدد الروز، تمام؟ ورحت عملت هاش ديفاين بالبورت اللي متوصل عليه الرو، تمام؟ وعملت هاش ديفاين باول بنايه في البورت اللي متوصل عليه الرو، وهكذا مع الكول، تمام؟ ورحت عملت الكونديشن هاش ديفاين بالكونديشن بتاعت البوتوم، لو البوتوم متداس عليه تمام فالمفروض الكولوم يقرا عندي زيرو اللي هو لوجيك، لو البوتوم متشات ساعتها الكولوم هيقرا عندي واحد، تمام؟ زي ما احنا عملنا في الستبس اللي فاتت، تمام؟ ممكن ان انت بس انا عملتها بهاش ديفاين كده عشان ممكن ان انا اغير بول اب سيستم لبول داون، تمام؟ فبالتالي هتلاقي ان الكونديشن بتاعتك تتغير، فما تقعدش تغير كتير في الكود بتاعك، تمام؟ تعالى بقى ان احنا نروح نكتب الفانكشن بتاعتنا. هي فانكشن بسيطه جدا جدا، حرفيا يعني كل اللي هي بتعمله ان هي بترجع لك رقم الزرار اللي انت دوست عليه، تمام؟ الاول احنا بس لو احنا رجعنا للستبس بتاعتنا دي، تمام؟ هتلاقي ان انت اول حاجه انت بتروح تعمل كونفجريشن اللي احنا قعدنا شرحناها مع بعض دي، تعمل كونفجريشن للبنات بتاعت الكولوم والرو، تمام؟ فانا هروح اعمل كده جي اي او سيت بن دايركشن 1، وتعالى نجيب اسم الهاش ديفاين بتاع الرو، تمام؟ بتاعت البن الدايركشن بتاعي انا هعملها ايه؟ هي لوجيك تمام. دي بالنسبة لأول بين عندي في الرو، وهكذا بقى أعمل مع باقي البنات، تمام. هما موجودين ورا بعض، فهتلاقي إن الفرق ما بين كل بناية والتانية واحد، عشان كده عملت الهاش ديفاين. أنت شايف الحتة ديت بالنسبة لك مش حاجة لذيذة يعني، فعادي ممكن تعمل لهم هاش ديفاين بعدد مش قصة، تمام. وأعمل نفس الكلام ده مع الكل. رحت عملت البنات كده بتاعت الرو كلها انبوت، راح اعمل بالنات الكولوم بس، رحت عملت كلهم، تمام. تعالى بقى ندخل في فايل 1، لان احنا مش هنخرج منها غير لما هو يدوس على زرار. طالما انا عملت كل الفانكشن دي فانا بقول له انا مش هخرج يا عم غير لما تدوس على زرار، تمام؟ تمام. لو انت فاكر الستبس بتاعتنا ايه، احنا كنا بنلف على الكولومز، تمام، ونلف على نلف على الروز، تمام، واحد ورا التاني ونتشيك على الكولومز بتاعتنا كلها. فلو تلاحظ الحر يعني ليه علاقه باتنين فور لوبس، فانا هعمل هنا اتنين فاريبلز، واحد للرو واحد للكولوم، تمام. وتعالى نلف على الروز، تمام. فانا هبدا بالرو بيساوي صفر، تمام، لحد ما يكون الرو اقل من عدد الروز بتوعه اللي انا عامل لهم هاش ديفاين هنا number of rows، تمام. رو بلس بلس كنا بنروح نعمل ايه؟ في كوسنا ما تحطش، كنا بنروح نعمل ايه؟ والله احنا كنا بنروح نعمل كل بنايه كانبوت، تمام، كل بنايه سوري للرو كاوتبوت، تمام، ونلوب على الكولومز كلها نشوف في واحد فيهم اتداس عليه ولا لا. فانا بص انا هترجم الكلام ده كله ببقى، انا اروح اعمل البنايه بتاعت الرو، تمام، ماشي. رقم 2 هروح اروح على الكولومز كلها، تمام. وهعمل ايه؟ هتشيك اذا كان الرو ده متداس ولا لا، صح؟ فده اللي انا هعمله if gyo
جدا، تمام، هشوف البناء اللي انا واقف عليها ديت متداس عليها ولا لا، تمام. انا هقف على الكولوم بورت اي دي، تمام، ورقم البناية اللي انا واقف عليها، تمام، اشوف هي متداس عليها ولا لا، اشوف اتشيك كان هي بريست ولا لا، تمام. لو هي بريست هعمل ريتيرن لرقم الكود والرو اللي هو رقم الزرار يعني، تمام. عكس كده لو ده ما حصلش فهرجع البنايه بتاعتي تاني ك input. بس ايه اللوجيك، تمام. طب انا هجيب رقم الزرار بتاعي ازاي؟ تعالى بص، هي ايكويشن كده هنحاول احنا نستنتجها مع بعض، بعد كده هرجع اشرح لك الدرايفر. تعالى هنا في السلايدز، تعالى احنا عملنا سلايد، ماشي. هجيب الكيباد بتاعتك، تمام، ده كولوم زيرو، ده كولوم واحد، ده كولوم اتنين، أو لو دي كيباد ده أربعة وتلاتة، تمام، ده رو زيرو، ده رو واحد، ده رو اتنين، ده رو تلاتة، تمام. تعالى نحط أرقام الزرار، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، تمام. فدي ارقام الزرار بتاعتي ودي كده. انا لو عايز اجيب رقم الزرار ده فانا هجيبه ازاي؟ والله بص، انا هروح امشي على الزرار من هنا، فهعد ادي زرار 2 3، تمام، فانا عديت روكن صح او حجم روكن. بعد كده جيت هنا، تمام، انا عملت له بلس رقم جوه الكولوم صح اللي هو الواحد، تمام، بلس واحد. يعني اللي حصل ايه؟ انت حجم الرو بتاعك كام؟ 3، انا قلت 3 زائد رقم جوه الكولوم واحد زائد واحد طلع لك 5. واحنا عرفنا ان احنا نطلع ايكويشن بسبب الموضوع ده، تمام، ان احنا نقول ان البوتن بريس رقمه بيساوي، تمام، رقم الرو في حجم الرو زائد رقم الكولوم زائد واحد، تمام. تعرف تترجم الكلام ده بورقة؟ اه، على بعد ما احنا نكتب الايكويشن اهي، تمام. فاحنا هنعمل ريتيرن ل الرول اللي انا واقف فيه تايمز حجم الرول، تمام، اللي احنا عملناه ده هاش ديفاين هنا، اه سوري، بص عشان تاخد بالك حجم الرول هنا، تمام، هو عدد الكولومز اللي موجودة جواه. يعني انت حجم الرو هنا كام؟ 3، اللي هو عدد الكولومز اللي موجودة جواه. خلي بالك من حاجة زي كده، number of columns، تمام، زائد رقم الكولوم بلس 1، تمام، ده اللي احنا بنرجعه. بس تعالى بقى ان احنا نحاول ان احنا نعمل الدرايفر بتاعنا configurable شوية، تمام. انت البنايه اخر بنايه موجوده عندك في الكول، تمام، دي انت بتستخدمها انت لو الكيباد بتاعتك اللي هي الرابع بنايه ديت، لو الكيباد بتاعتك كانت 4 في 4، لكن لو 4 في 3 احنا ما بنستخدمهاش، تمام. فتعالى نعمل كده تشيك وهاش اف، لو كان كيباد نمبر اوف كولومز بيساوي 4، تمام، ساعتها اروح اعملها لي انت بس كده.
فكده انت هتعمل ايه بالنهايه ديت؟ انبوت امتى او هتستخدمها امتى؟ لو الكيبات بتاعتك كانت 4 في 4، لو كانت 4 في 3 لا انت مش هتستخدم. تمام، تعالى بقى نشوف احنا عملنا ايه تاني في الفانكشن. اول حاجه انا رحت عملت variables باسماء بارقام الرو كله. تمام، بعد كده رحت عملت بنات الرو بتوعي كلهم انبوت، رحت عملت بنات الكولوم كلهم انبوت، واخر بالنهايه ديت لو على حسب السايز بتاع الكيبورد بتاعي، لو كانت 4 في 4 تمام فانا رحت عملتها انبوت، لو كانت 4 في 3 رحت سبتها زي ما هي. تمام، بعد كده جيت هنا جويل ون. تمام، بقيت بلوب على كل رو. تمام، اروح اعمل البنايه بتاعت الرو ديت اوت. تمام، ومجرد ما انا عملتها اوتبوت انا مش محتاج ان انا اروح احط عليها صفر، ليه؟ لان هي باي ديفولت بصفر اساسا. تمام، بس تعالى عشان احنا نخلي الدنيا كونفيجربل شويه، فجي باي او هنعمل رايت بن اروح احط عليها ان هي تكون احط عليها صفر يعني بس. تمام، بعد كده رحت اروب على الكولومز كلها اشوف مين فيهم لقط الصفر. تمام، فقعدت اتشيك هنا مين لقط الصفر مين لقط الصفر، اول لما القطه تمام ساعتها هعمل ريتيرن للايكويشن اللي احنا كنا قعدنا شرحناه. تمام، طب لو انا ما لقطتوش فساعتها مش هعمل ريتيرن والفانكشن هتفضل تكمل. تمام، اروح اعمل بقى البنايه بتاعت الرول اللي انا رحت عملتها ان هي تكون بسم الله الرحمن الرحيم اوتبوت، رحت عملتها تاني. تمام، ده كل اللي انا عملته. تعالى بقى نيجي في المين هنا، تعالى نعمل حته ابلكيشن بسيط قوي. تمام، كل اللي انا عايزه من الابلكيشن ده ان هو يروح يعمل لي ديسبلاي لاي زرار انا هدوس عليه. تعالى نعمل انت ال سي دي، تعالى نعمل واي وول. تمام، تعالى نعمل ال سي دي ديسبلاي كاركتر ونعمل ديسبلاي للزرار اللي انا هدوس عليه. تمام، فانا هجيب بالكيبات جيت بريس، فكده كل اللي هي تعمل ايه؟ هي تعرض لي الزرار اللي انا هدوس عليه. تمام، الكيبات بتاعتي هنا انا استخدمتها 4 فرق. واو، خلي بالكم ان بروتوس في بقايا كده في الكيبات، ان انت في اوقات تيجي تدوس على الزرار ما يشتغلش، فيفضل ان انت تقعد تعملها زراير زي ما موجوده هنا. تمام، زي ما موجوده هنا كده، مش فاضي ومش عايز تعمل كده خلاص استخدمها بقى ولا ان هو يشتغل معاك. تعالى بقى نعمل سيرش على الكيبورد. بص هتلاقي انت في عندك كيبادز موجودة كتير، يعني بص في أول واحدة ديت دي عبارة عن كيباد 4 في 6. تمام، لأن انت في عندك واحدة 4 في 3، في عندك واحدة 4 في 4. تمام، في عندك واحدة 4 في 4 بس معرفش ليه غريبة شوية، فتعالى نستخدم. تمام، فتعالى نحطها هنا نوصله. تعالى ان احنا نروح نعرف انها موجوده في بورت سي. الرو بص بادئ من بي سي 0 تمام، والكولوم بادئ من بي سي 4. فتعالى نغير هنا في الكونفجريشن بتاعنا، فانا شغال في بورت سي بالنهايه رقم 0 تمام، بورت سي بالنهايه رقم 4 تمام، وعدد الروز بالنسبه لي 4 وعدد الكولوم 0. تمام،
اوبا، تعالى بقى اقول لك المشكله ديت فين. فيديو جيم، تمام، انا قصدي اعملها.